بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الاستاذ الدكتور عاطف البدلاوي معهد فصل البساتين في مزرعه في جمهوريه مصر العربيه في منطقه البحيره قريه الصديق يوسف. مزرعه التفاح صنف انا مطعوم على صنف بلدي عندنا محلي اصل محلي. المزرعه دي السنه اللي فاتت كان نسبه كربونات الكالسيوم عاليه جدا. انتوا عارفين كربونات الكالسيوم بتقلل من امتصاص العناصر خصوصا الحديد والزنك والمنجنيز. السنه دي بعد ما عدلنا شويه تعديلات فيها ادي ارض باينه جدا شكل الكربونات الكالسيوم فيها ايه باين خالص. مع بدايه الموسم بدا بالبرامج بتاعتنا وهي اضافه العناصر كامله كلها 8 عناصر اللي احنا بنتكلم عليهم دايما في الفيديوهات بتاعتنا: النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم والحديد والزنك والمنجنيز ورش عناصر المولبدنم والبورون والنحاس. رش دول اضافه ارضيه مع رش. دايما نقول يا جماعه ناخد بالنا ان الفاكهه التفاحيه الكمثرى والتفاح بتحب الكالسيوم، لذلك لازم او اي نبات فيه تزهير لازم ابدا برشات الكالسيوم البورون خصوصا مع بدايه الموسم، ان النبات محتاج نمو ومحتاج كالسيوم. والبورون من العناصر اللي ليه أكتر من 13 دور داخل النبات. اللون اللي احنا شايفينه ده على الثمرة في بدايتها ده مش معناه ان هي تستوي على مرحلتها، لأن اللون ده بعد ما بيعقد ويحصل فرز للثمار يبدأ اللون ده يظهر، وتبدأ الثمرة لما توصل نص حجمها يختفي اللون ده وتبدأ زيادة الحجم في الثمار. بضيف العناصر زي ما احنا اتفقنا مفيش نقص عناصر، الورقة صحية جدا. طبعا دي كان فيها مشاكل التغذية زي ما احنا بنتكلم دايما، التغذية تراكمية، يعني انا السنة الجاية هلاقي جودة افضل من كده كمان، لان انا ما كانش عندي، كان كل اللي تبص على الشجرة كده تلاقي ايه الاصفرار. النقطة التانية كانوا بيحطوا الخراطيم على مسافة بعيدة حوالي متر من الشجرة، فبيخلي المسافة ما بين الشجرة ما بين الجذور المصة المنطقة دي ما فيهاش بلل. القانون في الصحراء زي ما احنا بنقول ان الجذور بتمشي ورا الميه، المفروض الخراطيم ما تقلش مسافه وما تزيدش عن 20 25 سنتي من جذع الشجر، وربنا يوفق ان شاء الله ويكرمهم. معانا المهندس صبحي لو عايز يقول اي حاجه، كان متابع معانا الموضوع ده من السنه اللي فاتت.